بخيرين، تحياتي لكم الإخوان، تحياتي المتتبعين الصفحة، أتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا وألف مرحبا بالإخوان والأخوات. ماكسيموم دو بارطاج عافاكم، كنتمنى إن شاء الله كلشي بارطاجي معنا الإخوان عافاكم، بارطاجيو الإخوان عافاكم، اللي دخل يعمل لو بارطاج لو ماكسيموم دو بارطاج عافاكم باش نبداو الراديو ديالنا. اللي دخل الاخوان يعمل بارطاج باش نبداو باش ما نتعطلوش اليوم ان شاء الله واحد ساعه ولا ساعه وربع وغادي نسالي الراديو الاخوان. يا اخوان بارطاجيو باش ما نضيعوش الوقت. السلام عليكم خويا سلامي، تحياتي لاخوك خويا ابراهيم، مرحبا، الله يسهل عليك اخويا ابراهيم، تحياتي الرياض. يا اخوان ما موضوع من فضلك؟ الموضوع هو الزواج، الزواج ثم الزواج ثم الحلال، الحلال الحلال يا رسول الله. اللي بغى المعقول يبقى معنا، واللي ما بغيش المعقول لا، ما ضيعنا الوقت ديالنا الاخوان. هذا الراديو هذا نجح 100%، الحمد لله زوج حالات، اللي الحالات اللي كتبكي هنا في اوروبا وكذلك في المغرب، الحمد لله زوجنا الدراري 16 عام 17 عام ما شافوا والديهم وتزوجوا في هذا الراديو بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا الراديو هذا تزوجوا من هذا الراديو. كذلك ملكة اللي كانت كتطلع معنا من المغرب، اللي كان الحلم ديالها هي تزوج، الملكة اللي عندها 53 عام اللي في اكادير، اللي ما عمرها تزوجت، كانت كتطلع معايا في الراديو، كان الحلم ديالها هي تزوج في الدنيا، والحمد لله تحقق لها هذا الحلم بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا الراديو هذا، والحمد لله تزوجت وراه عندها التوام في الكرش ديالها، والحمد لله سبحان الله. كان هذه احسن يعني التزويجه اللي عملناها في هذا الراديو هذا، هي ديال ملكه اللي السيده 53 عام في العمر ديالها، والحمد لله ربي الحبيب رزقها بالتوأم، عندها في الكرش ديالها عندها جوج وليدات، كنتمنى ان شاء الله يسخر لله سبحانه وتعالى فيهم وتكمل يكمل لك الشيء ويتربى ان شاء الله في عزه. كذلك الحمد لله زوجنا حالات اللي 10 سنين في اوروبا ما شافوا والديهم، تزوجوا في هذا الراديو. واخا يعني كاين شي حالات اللي ما كي اللي كيتزوجوا ما كيقولوش يحفظ الله يرحم الوالدين، كاينه بزاف منهم هادو، ولا كاينه بنادم اللي كتعطيه شي وحده كيتفاهم معاها وكل شيء وكيقلب وجهه، ملي كترجع تعيط له ما كيجاوبش. بزاف ديال الدراري هنا في اسبانيا، خصوصا هنا في اسبانيا، عطيتهم البنت الحمد لله تفاهموا وجمعوا الوراق وتوكلوا على الله، وملي كترجع تعيط له ما كيهزش عليك حتى التليفون، كيقرا الميساج وما كيهزش عليك حتى التليفون. فهمتي كاينه بعض البشر اللي كنسميهم انا خائنين، هذوك ملي كيكون باقي ما تجوزش كيبقى يعيط لك كل نهار، يعيط لك 30000 مره كل نهار، كيعيط لك 30 مره ولا 40 مره في النهار. الحق غير كيتزوج صافي، غير صلبي رسول الله ما يعقل عليك، ما يقولكش صلى الله يرحم الوالدين. كاينه بزاف هذا النوع ديال البشر هذا، فهمتي؟ وبحال هذا البشر اللي ما كيخليناش نزيدو نكملوا هذا الراديو، هو بحال هذا البشر هذا، فهمتي؟ بحال هذا البشر اللي ما كيخليناش حنا هادشي اللي كنديروا غير خير، وكنخسروا الفلوس من الجيم ديالنا، الكونيكسيون، شري التليفون اخر، وبنادم كيتزوج من هذا الراديو ما يعيطلك شي ولا صار لك اوديو ويقول لك الله يرحم الوالدين، ولا ما يجاوبش عليك في التليفون. راه كاين شي بعض البشر راه خطره، انا كنقول لكم كاين بعض الناس اللي باغي غير المصلحه ديالو، فهمتي؟ يعني كيعيط لك على المصلحه ديالو، فهمتي؟ ماشي محبه في الله، بحال انا كنحبكم في الله وكنحب هاد الناس اللي كيتابعوني وكيعجبني نجري في الخير ونتعاون، ولا كان شي واحد خصو شي مساعده كنساعدوه، فهمتي؟ كنحبكم في الله. ولكن كاين الناس اللي معنا هنايا، بعض الناس ما كنقولش انا كلشي، بعض الناس كيبغيو يعني غير المصلحه، يعني يقضي الغرض ديالو السلام، غير يقضي الغرض ديالو يدبر شي مرا، والله لا زاد عيط لك ولا عيط لك ولا زاد شاف الكاميرا ديالك. فهمتوا الاخوان؟ هادشي اللي كنقول لكم الاخوان، راني كنقول لكم الصراحه، راه هاد الصراحه هاد اللي كيقول لكم سلامي راه ما يقولها لكم حتى شي واحد، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ انا كان بزاف ديال الدراري اللي لاحظتوا اللي كنتصل بهم، فهمتيني؟ بحال واحد اتصلت به غير البارح اللي من اسبانيا، كنتصل به عطيتو واحد البنت عندها الجنسيه ديالها وهو ما عندوش الوراق، وتفاهم معاها وكل شيء، كان عيط له كيقرا الاوديو ما كيجاوبش، فهمتي؟ هو السيد تفاهم معاها، جمعوا الوراق وتوكلوا على الله، ودابا كان عيط له والله ما كيجاوب ولا ما كيجاوب. وهذا السيد هذا كان كيعيط لي 30 40 مره في النهار، كل مره كيعيط لي 40 مره، اخويا سلامي والله ما نسالك خيرك ولا دبرتي لي شي بنت الناس. كنقول لكم كاين شي بعض البشر اللي فهمتني كيفشلك ما تزيدش تكمل، فهمتي؟ هادشي اللي كنقول لكم الاخوه، والله الا كنقول لكم هادشي راه صحيح، زعما ماشي كنكذب عليكم ولا شي حاجه، انا كنقول لكم شنو كيوقع هنايا في هذا الراديو هذا. الحمد لله كاين اولاد الناس، كاين الدراري دبرنا لهم،
والحمد لله كيصر لك اوديو ولا كيعيط لك تقول لك اخويا سلامي عمر نسالك خيرك الله يرحم الوالدين وهذه وكيدعي معنا وكيمشي بحاله وكنقول الله يسهل عليك. ولكن كاين شي بشر كيكمل مع البنت وكيتزوج معاها وديك الساعه ما كيعقلش عليك. كنقول لكم الصراحه والله الا كنقول لكم الصراحه اخويا عندك الصحه الشهاده واش هذا ايوا الله يسهل على جامع 48 اخوان بارطاجيو عفاكم باش نبداو الراديو لان راه الناس كيتصلوا بينا وما كنشدش المكالمات بلا حتى الاخوان ما تتصلوش حتى ان شاء الله حتى يكون بارطاج ونبداو الاتصال. يلا اخوان كلشي بارطاج يلا اخوان بارطاجيو الاخوان عفاكم باش نبداو بنادم ما بقى فيه خير في هاد الساعة غير سلك والسلام وهذا الشيء اللي كاين الا ما سلكتي شي والو والله والله العظيم غير كنسلكو والسلام. اما بحال اللي قلتيه في هذا الوقت هذا صعيب تجبر انسان اللي ولد الناس وصعيب تجبر بنت اللي بنت الناس فهمتني يعني انسان يلاقي السلوك والسلام. توفيق واش بغيتي يخلصك اخويا خلصني غير بالله يرحم الوالدين ملي كان كيعيط لي ملي كان كيعيط لي ويرغب ويزاوك وهذوك دائما كيعيط شني ديك الساعه ديك الساعه انا مزيان ونهار ما يدبر ما يقول لكش الله يرحم الوالدين ولا راه كلمه طيبه صاحبي صدقه فهمتي كلمه طيبه الا قال لي الله يرحم الوالدين وعيط لي ولا صار لي غير اوديو وسمعته المتتبعين يقولوا شوف يعني شوف هاد الصفحه هذه فيها المصداقيه فهمتي ولا ما فهمتيش حنا ما كنهضروش على الفلوس انا الفلوس انا كنخسر فلوس من الجيم ديالي هنايا باش تكون في خبارك انا جوج تليفونات اللي تخسروا لي في هذا الراديو خبارك تخسر لي التليفون ب 700 الاورو راه مشى لي غير في اللايفات باش تكون هذه في البال ديالك ابريمو انا 700 الاورو مشات لي في التليفون ديما كندير فيه اللايف وتخسر لي في هذا الراديو هذا وانا كل 15 يوم كنعمر 15 الاورو كونيكسيون باش تكون انت في البال ديالك عندك صحابك السلامي راه كيربح الفلوس هنايا راه غير كنديروا هاد الشيء في سبيل الله بعض الاخوان اللي كيعزوا علينا بعض الدراري هنا في اوروبا والبنات اللي مساكن في المغرب اللي ما كيقدوش الدراري يتزوجوا بهم كنتعاونوا معكم في الخير والسلام دايره في بالك هادي عندك يسحب لك راني كندير فلوس هاد البارطاج ولا في هاد الصفحه ديال الفيسبوك ولا راني كندخل فلوس انا كنخسر فلوس من الجيم ديالي ابن عمي ودير هادي في البال ديالك ديرها مزيان في راسك فهمتي باش عرف الى الانسان اللي كيجري في الخير فهمتيني ما تعرفش شنو هو الخير خويا سلامي كلامك نيشان ايوا يسحب له مسكين راه سلامي راه عنده هنايا الشهريه هنايا راه كل شهر كيحط له هنايا الشهريه راه اخوان بارطاجيو عفاكم باش ما نضيعوش الوقت باش يدخلوا الاخوان الاخوات باش ما نضيعوش الوقت راه اخوان اللي بغى يدخل معنا الجروب للزواج يسرد النجوى بن فارس راه الفيسبوك ديالها اللي بغى يدخل معنا الجروب ديال الزواج يسرد النجوى بن فارس ناظور عايش في 39 عام من ناظور عايش في المانيا الله يسعدك اخويا طريق تحياتي لطريق واحلى طريق الناس الالمان اخويا سلامي كنحبك في الله انا كنحبكم في الله والله انا كنبغي هاد الناس اللي كيبغوني في الله هما اللي كنزيد نكمل معاهم هذا الراديو بالحق بلادم صاحب حاجتو فهمتني ايوا مادام كدير الخير الله يجازيك اخويا هادشي اللي كاين اخويا كنديروا الخير اخويا كنديروا الخير وكنخلصوا الفلوس من الجيمه من اخويا الشريف فهمتني راه اليوتيوب هو اللي كيخلص الفيسبوك راه ما كيخلصش يا اخويا فهمتي سقسي مخير الفيسبوك راه ما كيخلصش وحنا هذا غير راديو الحمد لله لقينا فيه اللي ما تصدقش الناس اللي تزوجوا في هذا الراديو والله ما تصدق الناس اللي تزوجوا في هذا الراديو بعد انا غير عام وانا كنديروا بلا حساب اللي تزوجوا في هذا الراديو نقول لك اكثر من 200 نقول لك اكثر من 230 المهم شحال الناس كيعيطوا يعني شحال الناس عيطوا لي وشحال الناس يعني صحابهم قالوها لي ما قالوها ليش جيت كيعيط لي واحد صاحبو ديال كيكون ساكن مع شي واحد كيقول له اخويا السلامي هذيك الدري اللي كان كيطلع معك صاحبي راه تزوج راه هو مع المراه ديالو فهمتيني بحال عبد الرحمن اللي في المانيا اللي عيط لي البارح صاحبو تزوج مع هذا الراديو تزوج واحد البنت في ايطاليا هو ما عندوش الوراق راه هو دابا في ايطاليا هذاك صاحبو ما قال لي والو جا عبد الرحمن اللي طلع معايا البارح وقال لي خويا سلامي ديك صاحبي راه تزوج مع هذا الراديو راه هو مع المراه ديالو كذلك واحد الدري من بلجيكا حلق ما عندوش الوراق تزوج واحد السيده بلجيكا حتى جا صاحبو قال لي كان دائما كيطلع معايا في الراديو كان دائما كيطلع معايا ديك الحلاق في الراديو تزوج وجا صاحبو قال لي خويا هذيك الدري اللي كيطلع معاك صاحبي من بلجيكا ما عندوش الوراق راه تخلت عنده واحد البنت راه تزوجت معاها ما صار لي لا اوديو ما عيط لي ممكن قبل ما يتعرف عليها كان دائما كيعيط ولكن ملي تزوج وصافي قضى الغرض ديالو ميم با يسرد واحد الاوديو يقول لي الله يرحم الوالدين هادشي اللي كنقول لك انا انسان
ما كي يعني ما كيردلكش يعني لك الخير ديالك غير بواحد الكلمه طيبه، غير تسمع واحد الاوديو تفرح بعدا، فهمتيني؟ يعني تسمع واحد الاوديو كيرحم لك الوالدين، يقول لك الله يرحم الوالدين جزاك الله عنا خيرا. هذا هو الادب، هذا هو الادب ديال الاسلام ديالنا، فهمتيني؟ هذا هو الدين ديالنا، هو الكلمه الطيبه خويا، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. السلام خويا، سلام، الله يحفظك. امين اخويا، تحياتي لك اخويا وتحياتي للمتتبعين الصفحه. يلا اخوان ننتظروا تلتحقوا بنا الاخوان والاخوات باش نبداو الراديو ديالنا. يلا اخوان بارطاجيو، تبارك الله عليك، فكر معقوله اخويا بين غير من هضرتك. تحياتي اخويا كمال الغزال، تحياتي السي كمال بالعمري بالعمري، مرحبا اخا كمال. كيخافوا غير من العين، ودي العين علاش ملي كان كيطلع في الراديو ما كانش كيخاف من العين، حتى تجوج عاد كيخاف من العين. علاش مالي انا غيهضر معايا بوحدي غادي نعينه، ولا علاش ملي كنت كنعطيه البنات في الراديو كان يطلع معايا في الراديو ما كانش كيخاف من العين؟ اودي قول بنادم، قول بنادم، كاين شي بنادم هنايا كيكون صاحب حاجته، فهمتي؟ فهمتي كيكون صاحب حاجته، هذا كيكون صاحب مصلحه، هذا كيبغى غير المصلحه ديالو، فهمتي؟ هادشي اللي كنسميو مان. اما تقول لي العين ولا هادي راه ما كاينه حتى شي حاجه، غير الدربيز والسلام. خويا السلام، الله يحفظك، الخير ما شاء الله. السلام، مرحبا، الله يسهل عليك اخويا. يا اخوان بارطاجيو، انا كنشوف باقي الناس ما كيدخلوش، واش ناعسين ولا كيفاش؟ ما فهمتش، كنشوف هي 191 واحد. يا اخوان بارطاجيو باش يدخلوا الناس، باش نبدا، باش نحط النمره ونبداو ان شاء الله، باش ما نضيعوش الوقت. يا خصنا الوقت هذا نربحوه. كنت الله دابا شي 10 الناس، دابا غير البارح شحال لقينا شي 7، الحمد لله، وما كيتعرفوا ماشي مزيان، الحمد لله. البارح لقينا شي 7، نتمنى اليوم نلاقيو شي 4 ولا 5 وحنا ماشيين، فهمتيني؟ نلاقاو اليوم ان شاء الله شي 5، البارح لقينا 7، نتمنوا هذيك 7 يتجوجوا، غير 3 فيهم ولا 4، شحال ما تجوجوا، نتمنوا يتجوجوا 7، ولا تجوجوا في هذيك 7 غير 3 ولا 4 راه خير. هدى، انا بارطاجيت في الجروبات اللي عندي، شكرا هدى. زينب، السلام عليكم. السلام حسناء، عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا اخوان بارطاجيو باش نكملوا الراديو ديالنا، نزول السيلونس، ندير سيلونس. انا من الجيري، je suis en Italie, je cherche une femme marocaine. سلامي تيقوس العائد، سلامي تيقوس، مالك العائد اللي ربيش كتقول؟ ما فهمتش شنو كتقول اخويا. عبدو من فرنسا 32 عام، تحياتي لك من وجده، تحياتي الناس وجده والحاله وجده. خويا راك عزيز، تحياتي نار منار. محمد احمد، سلام خويا السلامي، الله يسهل عليك اخويا. عبد المجيد بن ناجي، الله يسهل عليك اخويا. فريد، مرحبا فريدة من سلام اسبانيا هرمانو، الله يسهل عليك فريدة، الله يسهل عليك. يا اخوان باش نحط النمره باش نبداو ان شاء الله. الله يسهل عليك خويا كمال، بغيت نكمل ديني الى كتاب. مرحبا خويا المهدي، مرحبا خويا، غنحطوا النمره ان شاء الله. غير بارطاجي طنجاويه، شحال كنا بارطاجو، واش بارطاجو ولا والو باش نبدا؟ يا عملوا واحد 300 تما وغادي نبدا ان شاء الله، يا باش نبداو نطلقوا اتصالات ان شاء الله، يدخلوا الناس نبداو ان شاء الله الراديو باش ما نضيعوش الوقت، باش اليوم راه ما نجلسش بزاف الاخوان، اليوم غير شي ساعه ما كان هيدا ولا ساعه وربع نمشي بحالي. يا اخوان عفاكم باش ما تضيعوش هذا الوقت هذا، نتمنوا نربحوا هذا الوقت هذا نطلعوا فيه الناس. يا اخوان اللي كيحبونا في الله، سلام الرجل المعقول، تحياتي للطنجاويه، الله يسهل عليك. يحيى، مرحبا خويا يحيى. 160 يا اخوان، باقي واحد 140 بارطاج ونبداو ان شاء الله. يلا 300 نبداو. واخويا سلام، واش كاين شي معقول؟ كاين المعقول، والله الا ما كاين المعقول، كاين الدراري معقولين هنايا، والله الا كيتوكلوا على الله مع البنات، والله العظيم كنهضر معاكم، كاين الدراري هنايا بعض الدراري كيعيطوا لنا، والله الا الرجوله كيقلبوا على بنات الناس. شحال من واحد عطيتو وحده والله ما حشمني، والله الا تجوج معاها، ماشي واحد ماشي جوج ماشي 10 اللي عطيتو بنت وكمل معاها وتجوج معاها ومشى خطب ودار الملاك ديالو وتوكل على الله وجمع الوريقات ديالو وجيب بنت الناس هنايا. والله الا كنعرف الدراري الحمد لله كيعيطوا لنا بعض الدراري، والله الا الرجوله كذب عليك، والله الا كيكملوا مع بنات الناس. انا راه كنهضر معكم كنحلفكم بالله، والله لا ما كاين الدراري هنايا كيدخلوا بعض الدراري، ما كنقولش كلشي، كنقول بعض الدراري كاينه الرجوله خصو غير بنت الناس، غير يجبر بنت الناس يتوكل على الله، ما يضيع عليك هذا الوقت. شهر يجي يخطب، صافي شهر يجي يخطب، ما كايناش هذيك 7 شهور في التليفون 8 شهور شخبط شخابط من هنايا، ضيع عليك الوقت من هنايا. شهر ديال الهضره في التليفون يجي توكل معك على الله، صافي. والله الا كاين الدراري هايدا عرفتو من شهر توكلوا، لكن عرفت انا عرفت الدراري هنايا في هذا الراديو 15 يوم توكلوا على الله، 15 يوم اول نهار تلاقاو، نهار الثاني مشى توكل على الله، مشى للدار ديالو. ما كنقول لكم اللي كاين. الله يسهل عليك اخويا سلامي، امين اخويا الله يحفظك. 180 البارطاج، يلا اخوان كملوا واحد 300 نبداو يلا.
300 نبداو. السلام خويا كيراك، والله الحمد لله الحامدين الشاكرين. شوف كاينه واحد السيده عندها 45 عام في برشلونه، مجوجه مطلقه ما عندهاش ولاد، كتقلب على شي راجل يكون في اوروبا واخا ما عندوش الوراق. واحد السيده نقولوا سميتها فاطمه، عندها 45 عام من برشلونه، مجوجه مطلقه بدون اطفال، عندها وريقات ديالها 20 عام هي في اسبانيا، كتقلب على شي راجل واخا ما يكونش عنده الوراق، يكون معقول، فهمتي؟ يكون معقول. اذا كان شي واحد معقول وبغى هاد السيده هادي يتواصل معنا ان شاء الله ونعطيوها هاد السيده هادي. نزهة توزانك، اهلا سلامي، ما كايناش الكبار في السن، وان شاء الله نتمنى تبارطاجي نتينا ويبارطاجي واحد اخر يدخلوا اللي كبار في السن. حنا كنتمنى يدخل كل شيء، حنا كنديروا المجهودات ديالنا، حنا كنقولوا لهم بارطاجيو، راه بهذا البارطاج اللي كنقول لهم بارطاجيو باش يجيو الناس كبارين، يجيو الناس صغارين، فهمتي؟ هادشي باش كنقول لهم انا بارطاجيو، ماشي كنقول لهم بارطاجيو باش ندي الفلوس، انا بارطاجي باش يجيو الناس اخرين جدادين. دابا سحاب لهم الناس، انا كنقول لهم بارطاجيو باش عطوني الفلوس، ولا ما فهمتش شي عقليات انا ما كنفهمش. انا بارطاجي باش يجيو الناس جدادين، امريكان، اسبانيا، هولندا، بلجيكا، النرويج، جميع الدول. فاش كتجبر معنا الناس هنايا عندهم الجروبات ديال اوروبا كيتبارطاجو فيهم، كتجبر واحد انتيغيسي كيبارطاجي عاتاني مع صاحبه، ولا مع وحده صاحبتها تبارطاجي مع صاحبتها وهي ما شاهدك، وكيدخلوا الناس وكيكون الزواج. مرحبا بكم جميعا، امين. الله يسهل عليك حكيم عشابة، مرحبا سي حكيم. اللي بغات ميدو تهضر مع السلامي، اللي بغات ميدو تهضر مع السلامي. مرحبا ميدو، عنده 40 عام كيعيش في فرنسا في مدينة باريس، خدام ما عندوش الوريقات، كيقلب على شي بنت الناس تكون في فرنسا، اللي مهتمة به تواصل معايا. السلام اخويا، بغيت شي بنت تكون يتيمة ومسكينة. مرحبا اخويا، مرحبا. السلام سلامي خويا، سلامي دخلني الجروب واتساب. دخلك نجوى، نجوى دخلك انت، نجوى دخلك، راهي في الجروب دخلك. يعني غنحط النمره ان شاء الله، غنبداو الراديو، غنبداو الراديو الاخوان وانتم كتبارطاجوا. يعني نبداو الراديو، انا نفتح الكونيكسيون، غنبداو الراديو ان شاء الله. يعني نبداو الراديو الاخوان، معاك سعاد من كازا، الله يسهل عليك اخويا. نشوفوا اتصال، نبداو اتصالات ان شاء الله، نبداو اتصالات ان شاء الله، نبداو اتصالات. يا الاخوان بارطاجوا عفاكم باش نبداو. مرحبا، الف مرحبا. ياسين 31 عام من مدينه فاس، بغيت تصفوني. مرحبا سي ياسين خويا، كتبت لك في الواتساب، دابا غنجاوب اخويا، دابا نجاوبك في الواتساب ان شاء الله، غنطلق المكالمات دابا. انت دابا ان شاء الله غادي نطلق مكالمات. واي خويا عبد الخالق، غادي نعطيك هذيك السيده عبد الخالق. وي عبد الخالق، فانا النمره ديك السيده دي برشلونه باش نعطيوها لعبد الخالق. صافي ديك النمره ديك السيده غنعطيها لعبد الخالق، عاد تفكر سي عبد الخالق. فانا النمره ديك السيده، فانا هي ها هي. المهم انا غنعطي النمره ديك واحد الدري راه معقول عنده 47 عام، عبد الخالق راه كيكون في غرناطة. عبد الخالق انا غنصرف لك النمره ديالو، فانا هو ها هي. هيا عبد الخالق، دابا غادي نعطيها لك اخويا، نبدا بك انت الاولي. فانا هو عبد الخالق، هاو سي عبد الخالق، ها انت. ان شاء الله غادي نبداو اتصالات. نبداو اتصالات ان شاء الله، نبداو اتصالات. يلا نشوفو نبداو اتصالات. يلا السلام عليكم. لاباس عليك هانيه، بارطاجيتي ولا والو اختي؟ شنو سميتك؟ مدينه 49 عام، كنقلب على شي ولد عمري ما تجوز. انا شحال من مره طلعت معاك. الهام 49 عام فسله، ما عمرها ما تجوزت، كتقلب على شي راجل. في بغيتي يكون الهام في المغرب، في اوروبا، في بغيتي في ما كان يكون غير معقول، قد لكم يكون غير معقول. الا كان نت، الا كان شي واحد مهتم بالهام من سله 49 عام يتواصل معنا نعطيوها الهام. الهام الله يسهل عليك، الا كان شي واحد بغى نتواصلوا معك. عبد الخالق انا صارت لك النمره ديال اخويا، صرت تواصل معها السيده، راه باينه فيها المعقول.
واخا خويا، شكرا. هيا قالت لك واخا. سير اخويا عبد الخالق تواصل معها، نشوفوا اتصال من اسبانيا. انا ام المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سير اختي على الله، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. تبارك الله عليك خويا. نتمنى ان شاء الله يكونوا ولاد الناس في هذا الجروب هذا. آمين. لان خويا انا جربت انا معكم، درت معكم حتى انا واحد الاتصال، ولكن للاسف الشديد كاين غير الناس اللي تيتفلاو، راه ما كاينش المعقول اخويا. نو ما تاكسبتيش في الميسانجر، في تواصلتي معهم واش في الميسانجر؟ باقيه وما ت... نو انا ميسانجر كنحضر منه، كنقول اي وحده ما تاكسبتي حتى شي وحده. الا عطيتك انا شي واحد دابا، دابا عملتي انونس ديالك وبغاك شي واحد وعطيتك انا النمره، ولا قلت لك راه واحد السيد عطيته النمره ديالك. اما في الميسانجر ما تفتح حتى شي واحد، في الميسانجر غيتفلاو عليك ويضحكوا عليك، فهمتي؟ اي فعلا خويا، هادشي اللي كنقول انا دايما كنحضر، كنقول للبنات ما تهزش. ايوا واخا يصار لك في الميسانجر يقول لك بغيت المعقول، قول له دوز عند السلامي، اعطيه اعطيه يعيط لي. الا قال لك بغيتك قول له دوز عند السلامي وخليه يدوز لعندي هنايا في الواتساب. تفهمنا؟ ان شاء الله خويا بارك الله فيك. ايوا نتمنوا نتلاقاو مع ولاد الناس اللي يفهموا ويحسوا باللي ان هذه اللي دارت مكالمه انها باغيه تصدر وباغيه المعقول، ومادام طلبات الزواج في هذا الجروب في هذا الراديو الله يجازيكم بخير، الا وباغيه المعقول ما باغياش تفلا. اللي يتفلاو راه كاين الاماكن ديالهم خاصه بهم، اما هذا الراديو هذا محترم وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يدخلوا فيه غير الناس المحترمين المعقولين بحال خوك بحالك انت خويا سلام. مرحبا، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه ومواصفات الزوج اللي كتقلب عليه. خويا انا زهيره، عندي 45 عام، مطلقه، عندي 3 د الوليدات، وبغيت شي ولد الناس اللي يكون معقول. زهيره شحال عمرك؟ مع حياتي 45 سنه. فين كتكون زهيره؟ تسكن في بني ملال. زهيره 43 عام، بني ملال، مطلقه، 3 د الوليدات، اذا مواصفات الزوج اللي كتقابلها زهيره. خويا يكون غير يخاف من الله ويكون قادر على المسؤوليه، سواء كان مطلق ولا ارمل ولا عنده الوليدات، بكل فرح وسرور غادي نكون ان شاء الله الزوجه المتبعه الخادمه له. هانتوما سمعتوا نزيهه شنو قال لكم وشنو بغات؟ نزيهه ولا زهيره؟ زهيره. زهيره، يلا هانتوما سمعتوا زهيره شنو قال لكم. اذا كان شي واحد مهتم بها وبغى يتواصل معاها، ما عليه غير تواصل معايا انا يعني، يقول لي سلامي بغيت زهيره من بني ملال، وان شاء الله نعطي واحد النمره ديالها. زهيره الله يسهل عليك، الا بغاك شي واحد نتواصلوا معاك. شكرا شكرا. الله يسهل عليك، نشوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما شاء الله خويا سلامي كيداير بخير؟ الحمد لله الشاكر. سير اخويا على الله السميه ديالك والسن والمدينه. مرحبا بك اخويا. سير اخويا. معك كمال من خريفك اخويا. كمال شحال عمرك؟ وعطينا مواصفات الزوجه اللي كتقلب عليها. عندي اخوك عندي 37 سنه وتنقلب على شي بنت ناس، يا هنا في يعني يا في المغرب يا برا، ما عنديش مشكل، انا بغيت شي بنت ناس معقوله اخويا سلام، بغيت شي بنت ناس اللي معقوله نكمل مع الدين ديالنا ونديرو حياتنا اخويا سلام، ماشي تنقلبوا على شي بنت ناس اللي باغا الحلال، باغا دير وليدات وتستمر في الحياه، فهمتي؟ كما سمعت الاخوان كمال من خريفك 38 عام كيقلب على شي بنت الناس اللي يكمل معاها الحياه ديالو وتكون معقوله، باغيه الزواج وباغيه الاستقرار. اذا كانت شي وحده مهتمه بكمال، النمره ديالو 00212681212336، عاود النمره 00212681213326. هضر كمال. خويا سلام، بغيت نقول حتى بلاج، يعني من 22 حتى 29، فهمتي؟ من 22 قال لكم ل 29. إذا كانت شي وحدة مهتمة بكمال تواصل معاه في النمرة اللي خليت. سي كمال الله يسهل عليك أخويا. اللهم آمين أخويا سلام، بارك الله فيك، الله يجزيك بخير أخويا سلامي. ندي الدنيا هانية أخويا، الله يسهل عليك. شوفوا اتصال من إسبانيا من المغرب. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. سير أختي على الله السمية ديالك والسن والمدينة. معك صفاء من أصيلة 32 سنة. صفاء من أصل، شحال عمرك صفاء؟ عمري 32 سنة، مطلقة وعندي بنيت. صفاء 32 عام، من مدينة أصيلة، مطلقة وعندها بنيتها. عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه صفاء. باغا شي ولد الناس يكون تعرف بينه وبين الله و...
ويكون العمر ديالو بين 35 و45. من 35 ل 45. إذا كان شي واحد مهتم بصفاء من مدينة أصيلة عند بنيتها، ما عليه غير تواصل معنا الإخوان، يقول لي بغيت صفاء وإن شاء الله نلاقيوه بصفاء. صفاء إذا كان شي واحد بغاك غنتواصلوا معك إن شاء الله. إن شاء الله. شوفوا اتصال من إسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيداير أخويا؟ بخير لاباس؟ والله إلا خويا الحميد الشاكر. سير أخويا على الله السمية ديالك وسير المدينة. عبد الرحيم ساكن في إسبانيا 28 سنة. عبد الرحيم إسبانيا، عندك أوراق ولا بدون أوراق عبد الرحيم؟ ما عنديش أخويا، ما نكذبش عليك. يلا سير أخويا عبد الرحيم، مواصفات الزوجة كتقلب عليها. غير كيما كانت، غير تكون واخا كتخاف الله و خويا كون غير في الطريق ديال الله. أنا ما خاصني لا طويلة ولا صغيرة ولا غليظة ولا، أنا عندي هاني، ما عنديش امرأة كتصلي وكتخاف الله ويا صدى وانا ويا المعقول، ما خاصنيش انا تكون زوينه ولا خايبه ولا كحله ولا بيضه. انتم عبد الرحيم قال لكم كيقلب على المعقول، كما كانت البنت بيضه ولا كحله ما عندوش مشكل، تكون غير معقوله باغيه الزواج، باغيه الاستقرار. ما عنديش مشكله في شي حاجه اخرى. مرحبا، اللي كانت مهتمه بعبد الرحيم كتصوم، هذاك الشيء اللي خاصني. اللي بغات عبد الرحيم النمره ديالو 0034 642 77 86 83. عاود النمرة 0034 642 77 86 83. عبد الرحيم الله يسهل عليك اخويا. اللهم امين، الله يرحم لك الوالدين. دنيا لي سي عبد الرحيم، مرحبا، تحياتي. تحياتي لك اخويا عبد الرحيم، واحلى عبد الرحيم. شوفوا اتصال من المغرب. يا الاخوة بارطاجوا معنا عفاكم، بارطاجوا معنا باش نكملوا معكم الراديو. نشوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سير اختي على الله، انا السميه ديالك والسين المدينه. معك خديجه 28 سنه من طنطان الجنوب. خديجه 28 عام من طنطان. سبق جوشه خديجه ولا والو؟ لا ما فات لي جوج ولا تخطب يعني. لا هادي ايوا ان شاء الله يكون خير. لا خديجه عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه. المهم يكون ولد الناس وكيتقي ربه وكيخاف الله ويكون مرضي الوالدين ويكون قد على المسؤوليه. هانتوما سمعتوا خديجه شنو بغات. اذا كان شي واحد مهتم بخديجه 28 عام من طنطان يتواصل معنا الاخوان ونعطيوها خديجه. خديجه الله يسهل عليك، الا بغاك شي واحد توصلوا معك. شكرا بزاف. مرحبا. نشوفوا اتصال من لندن. السلام عليكم. اهلا السلام عليكم خويا. ما نعرفش، عندي جوج خمسة في العمر. ياسين شحال عمرك؟ أنا نخدم. جوج خمسة. جوج خمسة. فين كتسكن بعدا؟ إيفورت ستيشن في لندن. في لندن. كتهضر غير بالإنجليزة؟ هضر بالإنجليزة، هضر بالإنجليزي. يا إتس أوكي، إتس رايت. سو هضر بالإنجليزي. فين كتقلب على البنت؟ واش في المغرب في اوروبا؟ فين كتقلب على البنت المراه الزواج؟ مروكو. مروكو. يا اي دونت كير اباوت ويت سيتي بات ان مروكو. وانت واش كتهضر؟ ما كتهضرش العربيه باش تتواصل مع وحده في المغرب وانت ما كتهضرش العربيه؟ ايوا خصك تكون كتهضر العربيه باش تتواصل مع البنت في المغرب، خصها هي ولا هي تكون كتهضر بالانجليزه اولا. يا يا ام اجري وذ يو. اتس اوكي. ياسين عندك 55 عام ياك؟ نو 25. 25 يا 25. 25 عام كيعيش في لندن، كيقلب على شي بنت الناس. الا كانت شي وحده كتهضر بالانجليزه واخا تكون في المغرب ما عندوش مشكل ياك. وا ياسين واخا تكون شي وحده كتهضر في المغرب بالانجليزه ما عندكش مشكل. يا يا اي دونت هاف اني بروبليم. الا كانت شي وحده في المغرب كتهضر بالانجليزه وبغات ياسين تواصل معايا وتقول لي سلامي بغيت ياسين ونعطيوها ياسين. ياسين دابا نتواصلوا معك ان شاء الله، الا كانت شي وحده بغاتك نتواصلوا معك. صافي اوكي اتس جود ثانك يو. يلا خويا تهلا.
الا كانت شي وحده كتهضر بالانجليزيه، راه كاين البنات في المغرب كيقراو الانجليزيه الرباطيات والكازاويات، الا كانت شي كازاويه ولا رباطيه راه كيقراو الانجليزيه. الا كانت شي وحده كتهضر بالانجليزيه وبغاتو تتواصل معنا وان شاء الله نعطيوها السيد وتمشي تعيش معاه في الانجليز ان شاء الله. نشوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. الحامدين الشاكرين. سير اختي على الله عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. سارة انا كنت شاركت معكم. سارة عندنا غير الكونيكسيون ديالك باش نسمعك. الصوت ديالك مقطع. الصوت ديالك مقطع. سارة ما كنسمعوك. الصوت ديالك مقطع. سارة مسيدي قاسم شحال من عمرك سارة؟ شارك الصوت. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كبير خويا السلام لاباس عليك. والله الا خويا الحامدين الشاكر. سير اخويا على الله السميه ديالك والسير والمدينه. هو معك محمد امين من خريبكا 33 سنة. محمد امين من خريبكا 33 عام. سير محمد امين مواصفات الزوجه كتقلب عليها اخويا. كنقلب خويا على شي بنت تكون في اوروبا شي وحده تكون معقوله. مع الاخوة ديجا كنت عايش في اوروبا، كنت عايش في فرنسا بلا وراء. ايوا كنخدم في الكويزين. وشدوك رجعوك؟ شدوني كونترول ورجعت للمغرب. داكشي علاش. شحال دابا باش رجعوك محمد امين؟ شي عام دابا، عام. وشحال انت كنت في فرنسا محمد امين؟ كنت خويا عامين في فرنسا، وكنت عام في طاليان وعام في المان. وشنو النصيحة اللي تنصح شنو النصيحة اللي تنصح الحراقة اللي ما عندهمش واقف في اوروبا؟ واش نقول لك الوقت ولا صعيبة بزاف دابا بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الوراق، خصوصا في طاليان اللي شفت انا اللي ناس ما خدامينش، ما كايناش خدمة بزاف. مازال خويا باش مشيت لفرنسا الحمد لله ساهل يلا في خدمة، خدام عند بوشري شوية، خدمت في ريستونوار مع واحد البرتغالي. ولكن كنشوف اخويا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوراق راه كنشوفهم كرفسين كينعسو في الزنقة وما عندهمش مساكن ما ياكلو، الله غالب وصافي. وانت شنو النصيحه اللي تقدم لهم باش الواحد يعني يحضر راسو باش ما يقدرش يرجعوا للمغرب؟ شنو النصيحه اللي تنصحهم؟ انا اخويا بعد من الرفقاء الصغار الناس اللي كتكمل الناس اللي راك عارف الناس كيفاش عايشه تما في اوروبا، كنفكر بانه يبعد من هذه الفئه ديال الناس وانه يديها في خدمته ويصلي ويتقى الله وصافي. شو اللي كاين خدمة دار خدمة ما داكشي ديال الكليه ما عندها يفيد. مرحبا. إذا كانت شي وحده مهتمه بمحمد امين 33 عام من خريبكا كان عايش في فرنسا وشدوه رجعوه الكونترول، النمره ديالو هي 00212 6 16 64 33 47. نعاود النمره 00212 6 16 64 33 47. لا سلك اخويا محمد امين. شكرا خويا سلام ربي يخليك. تحياتي لك وتحياتي اخويا الناس خريبكا. يا الاخوان بارطاجيو معنا عفاكم باش نكملوا معكم الراديو. تحياتي لكم الاخوان، تحياتي متتبعين الصفحه. كيقول لكم السلام الله يسهل عليكم. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم خويا سلام. عليكم السلام. سرحتي على الله السميه ديالك والسن والمدينه. سارة مسيدي قاسم شحال في عمرك؟ 20 سنة. 20 عام. إلا عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه سارة مسيدي قاسم. يكون غير معقول وكيخاف الله. يكون غير معقول وكيخاف الله. شحال يكون في العمر ديالو سارة؟ 30. اوكي. اللي مهتم بسارة مسيدي قاسم سيدي قاسم يتواصل معنا الاخوان وان شاء الله نلاقيوه بساره من سيدي قاسم. الله يسهلك ساره. الا بغاك شي واحد نتواصلوا معك اختي. الله يسهل عليك. اللي بغى ساره من سيدي قاسم 20 عام يتواصل معنا الاخوان. يلا اللي باغي المعقول هو اللي يتواصل معنا. اللي بغى شي وحده مرحبا به يكون باغي المعقول. نشوفوا اللي كنجبرهم صوني علينا راه كنصونيو عليه. يلا اللي كنجبرهم صوني راه كنصونيو عليه. يلا
احنا كنسهلوا معكم المأمورية يا اللي كتجبرهم صوني علينا راه كنصونيو عليها الاخوان. بارطاجيو معنا باش نكملوا معكم. راه محسن من بوردو، الله يسلمك اخويا محسن. عليكم السلام سير اختي. الله مرحبا، السميه ديالك والسين والمدينه. السلام الى بسديك مزيان الحامدين الشاكرين سير مرحبا. سير مرحبا مرحبا اختي. تجوج على راسك دير وليداتك سير. كنا شي بحال الزواج سعاد 21 سنة منا واحد ديال الرباط، واحد الفيلا صغير وخدامة في طنجة 21 سنة. سعاد 21 عام منا واحد الرباط وخدامة في طنجة. عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب له سعاد 21 عام نقولوا من طنجة. كيف ما كرهته الصراحه يكون على برا، المهم يكون ولد الناس وظريف. قد كون سعاد ما كرهاتش شي يكون على برا ويكون ولد الناس وظريف. اللي مهتم بسعاد يتواصل معنا يقول اسلامي بغيت سعاد، وان شاء الله نلاقيوه بسعاد. سعاد الا كان شي واحد مهتم بك غنتواصلوا معك ان شاء الله. صافي شكرا اخي اسلامي، الله يسهل على الجميع. امين. نشوف اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. زير اخويا على الله مرحبا بك، السميه ديالك والسين والمدينه. اخويا سلمي البارح راني طلعت معك بالليل. موسى 26 سنه مقيم باسبانيا. موسى 26 عام باسبانيا بدون اوراقك يا موسى. اخويا سلمي راه البارح طلعت معك. مرحبا. درت معك مزيان كلشي مزيان امورك مزيان بعدا. والله الحمد لله موسى. المهم اذا كانت شي وحده مهتمه بموسى من اسبانيا خدام على راسو كيقلب على بنت الناس تكون في اوروبا، النمره ديالو 0034 602 32 23 53. نعاود النمره 0034 602 32 23 53. سي موسى الله يسهل عليك اخويا. شكرا جزيلا، الله يسهل على الجميع اخويا. تنيان يا سي موسى، تحياتي لك اخويا، تحياتي الناس اسبانيا اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك اخويا، هانيه كلشي مزيان. بارك الله والله يطول عمرك. سير اخويا على الله، عطينا السميه ديالك والسير المدينه. حسن 32 عام كان في النمسا دابا ماشي الطالية. ما عندكش الوراقيك يا حسن؟ لا ما عندي. يا عطينا حسن مواصفات الزوجة كتقلب عليها. واش نقول لك، انا ما كرهتش تكون في اوروبا، تكون صراحة تكون شي مرة صالحة. مرحبا. واخا تكون طلقة عندها وليدات؟ كتجي غادي تطلع مع الوراق ولا شي حاجة. قلت لك واخا يكون عندها وليدات حسن طلقة وعندها وليدات. وتكون من 20 30 مزيانة شحال عندها الوليدات شحال ما تفوتش واحد. صافي المهم غير ما سمعتوا الاخوان، حسن 32 عام راه ماشي دابا للطاليان، هو كيعيش في النمسا دابا ماشي للطاليان، كيقلب على شي بنت الناس. واخا تكون تلقى عندها شي وليد قد يكون ماشي مشكل، واللاج ديالها حتى 30 عام ماشي مشكل. اذا كانت شي وحده مهتمه به النمره ديال حسن 0043 681 10 60 39 74. نعاود النمرة 0043 681 10 60 39 74. حسن الله يسهل عليك اخويا. بارك الله فيك اخويا. لا ما تنسانيش خويا لا ما نساكش اخويا، دابا شي حاجة نقولها لك راه كتسمع كلشي بودنك هنا. الله يجازيك حتى انت بخير والف خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سير اختي على الله، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. انا فاطمه من القنيطره. فاطمه من القنيطره 40 سنه. اه مازال ما جاب الله رزق ديالي في الزواج. يلا فاطمه 49 عام من قنيطره كتقلب على شي راجل يكون معقول في اوروبا في المغرب ما عندهاش مشكل. اللي مهتم فاطمه من قنيطره يتواصل معنا ان شاء الله ونلاقيو فاطمه. فاطمه الا كان شي واحد مهتم بك واكيد غنوصلك معاه. صافي واخا ان شاء الله خويا ربي يخليك. نشوفوا ديك السيده، وهاديك السيد اللي من الانجليز طلب النمره سعاد. هذيك السيد هذا عنده 25 عام من ياسين من الانجليز، قال لك نخصو النمره ديال سعاد. نشوفوا سعاد، نعيطوا لسعاد باش نشوفوا سعاد وان شاء الله تعطيه النمره ديالو ولا لا. هذيك الدري اللي طلع قبيله معايا من الانجليز اللي كيهضر العربيه قليله،
نشوفوا هاد البنت هادي سعاد قال لك خصو النمرة سعاد. يلا سعاد جاوب. سعاد النمرة ديالك طلبها هذيك الدري اللي طلع قبيله من الانجليز، عنده 26 عام وهو ما كيهضرش العربيه بزاف، يعني كيهضر اغلبيه الانجليزيه، يعني العربيه عنده شويه قليله. يعني كتعرف شويه الانجليزيه ولا والو؟ والو، ولكن تواصل معاه ماشي مشكل. تقاتل معاه بالعربيه؟ تواصل معاه ماشي مشكل. انا العربيه سلامي. انا غنعطيه النمره، انا غنعطيه النمره ديالك. لا عربي هو، لا خلق في الانجليز وسال. هاني مرحبا، عطيه النمره. صافي يلا انا غنصاوب له النمره ديالك. يلا واخا مرحبا. يلا هذاك السيد اللي من الانجليز غنعطي واحد النمره ديال سعاد، فنوريك الدري من الانجليز. ها هو غنعطي واحد النمره ديال سعاد. ثلاثه الاخوان غادي نطفي الكونيكسيون باش نعطي واحد النمره باش ما نضيعش الوقت، باش ما نضيعش الوقت من سالي الراديو. فانا هي نمره سعاد، ها هي، ها هي نمره سعاد مشات له. سعاد عطيناه النمره ديالك، تقاتل معاه بالعربيه ولا تعلم الانجليزيه. تعلموا شي لغه البنات والدراري اللي في المغرب، تعلموا اللغه. تقول شي قاز نعطيها المغرب بيصره ولا عدس اللوبيه، شامخينها غير بالطواجن. تعلم شي لغه صاحبي، كتجبر بنادم صاحبي قارف في الدار ما خدام ما والو، ما كيتعلم لا لغه لا صنعه لا تجاه. تعلم شي لغه، تعلم فرنسي، تعلم الانجليزيه، تعلم اسبانيولا. قال تعطيها تما غير الطناجر، ها القوامل والسردين وكابالا. تعلم اللغه صاحبي. سير شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سير اختي على الله، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. انا خويا غازل من القريطره، ولكن كنقلب عروس على خالي ماشي لي. مرحبا، عطينا لخالك السميه ديالو وعطينا السن ديالو، شنو فين كيعيش وكل شيء. خالي سميتو راشد من القريطره، العمر ديالو 29 عام. وولد الناس وزعما راه المقيد حيث الزوجية وبغى شي بنت تكون في أوروبا. راشيد 29 عام من قنيطرة، قال لكم كيسكن في قنيطرة، مقيد وبخير، ما خصو حتى شي خير، كيقلب على شي بنت الناس تكون من أوروبا. واللي بغاتو قول النمرة ديالو. واخا تسنى معايا. يلا اخوان بارطاجيو عفاكم معنا، باش اللي بغات رشيد من قنيطره 29 عام هيا غتخلي النمره ديالو. خير الله يجازيك خير، ان ما عندك غير الاجر اخي. 06 زيد 13 57 20 97. اللي بغات رشيد هذه هي النمره ديال تكون معقوله ومرحبا بها. الله يسهل عليه، الا كانت شي وحده معقوله قد لكم تتواصل معاه في النمره ديالو. الله يسهل على رشيد. امين. نشوف اتصال من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله اعطينا السميه ديالك والسن والمدينه. سميتي خديجه من الدار البيضاء، مطلقه وعندي بنيه. خديجه شحال عمرك؟ 34 سنة. يلا عطينا مواصفات الزوج اللي كتقرب ليه خديجة. المهم يكون معقول ويكون كبر مني وماشي مشكل في أي بلاصة كان. خديجة 34 عام من كازا، مطلقة، عندها بنيتها، كتقلب على شي ولد الناس يكون غير معقول في أي بلاصة، ما عندهاش مشكل. إلا كان شي واحد مهتم بخديجة من كازا يتواصل معنا. خديجة الله يسهل عليك، إلا بغاك شي واحد نتواصلوا معك. آمين بارك. نشوفوا اتصال من فرنسا. مالك اخويا قطعتي؟ واش ضربك حمر الليل؟ ها مالك قطعتي اخويا؟ مالك مالك قطعتي اخويا؟ شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. سير اختي على الله، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. هذيك الدري قبالي من الانجليز، بارطاجي اخويا تما في الانجليز، يطلعوا لنا الدراري ديال الانجليز اخويا. اخويا سير اختي على الله، عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. ماين من فاس؟ من فاس. سبق تجوزتي ولا لا؟ لا ما عمرني. يلا عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه. زينب 29 عام من فاس. زينب يكون من اوروبا ماشي مشكل، السن ماهيش مشكل، يكون غير ولد الناس. اوكي. قال لكم زينب كتقلب على شي راجل يكون غير ولد الناس، ما عندهاش مشكل في السن. إذا كان شي واحد بغى زينب من فاس يتواصل معنا الاخوان ونعطيوه زينب من فاس. الله يسهل عليك اختي، الا كان شي واحد مهتم بك غنتواصلوا معك ان شاء الله.
نشوف اتصال من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. الحامدين الشاكرين. نسال اختي على الله عطينا السمية ديالك والسن والمدينة. معك اخويا سميرة من اقليم بليمنة 28 سنة. سميرة 28 عام من بني ملاه. سبق زوجها سميرة؟ لا. يلا عطينا مواصفات الزوج اللي كتقرب ليه سميرة من اقليم بني ملاه. تقلب على شي بنات يكون معقول الله يعمرها دار يكون مفتح. اوكي كيما سمعتوا سميرة خارج المغرب ولا من داخل المغرب؟ قالت لكم سميرة ما عندهاش مشكل في اوروبا ولا في المغرب، ما عندهاش مشكل يكون السيد معقول وباغي الزواج وباغي الاستقرار. اذا كان شي واحد مهتم بسميرة من نواحي بني ملال يتواصل معنا ونعطيوها سميرة. سميرة الله يسهل عليك، الا بغاك شي واحد نتواصلوا معك. نشوفوا اتصال موالي من المغرب عاوتاني. السلام عليكم. عليكم السلام. سرختي على الله السميه ديالك والسير المدينه. سميتي اسماء. شحال عمرك؟ سبق تزوجتي اسماء ولا لا؟ لا ما سبق تزوج. يا اعطينا اسماء، اعطينا مواصفات الزوج اللي كتقرب لي اسماء من قصر الكبير. بغيت ولد الناس يكون معقول. وما كرهتش يكون عايش على بلاصه صراحه. اسماء كتقلب على شي واحد يكون في اوروبا، هي كتعيش في القصر الكبير. اذا كان شي واحد مهتم باسماء 29 عام ما عليه غير تواصل معنا ان شاء الله ونلصقوه مع اسماء. اسماء الله يسهل عليك، الا بغاك شي واحد نتواصلوا معك. شكرا. نشوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سير اختي على الله عطينا السميه ديالك والسن والمدينه. معك لبنى من كازا، السن 20 سنه. بغيت يولد الناس يكون هنا، يكون لي ماشي مشكل، يكون عوق الناس صافي. لبنى 20 عام من كازا، سبق شي تزوجتي ياك؟ لا خويا ما تزوجتش. يكون في اوروبا ولا في المغرب ما عندكش مشكل؟ يكون في المكان يكون ولد الناس وصافي. قدكم لبنى من كازا يكون غير ولد الناس، ما عندهاش مشكل اوروبا في المغرب ما عندهاش مشكل. إذا كان شي واحد مهتم بلبنى يتواصل معنا ونلصقوه إن شاء الله مع لبنى. لبنى الله يسهل عليك، إلا بغاك شي واحد غنتواصلوا معك إن شاء الله. نشوفوا اتصال من بلجيكا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا سلامي بخير عليك وشي مزيان. الحامدين الشاكرين. سير اخويا على الله السميه ديالك والسير المدينه. بارك الله فيك. قلت لك كريم البارح هضرت معك بالليل. كريم اون فيرس بروكسيل. قول لهم الانونس ديالك كامله وقول حتى النمره ديالك. انت بغيتي تقولها بشويه يلاه هضر، خذ راحتك، عندك جوج دقائق وهضر يلاه. قلت لك خويا سلام، انا من المغرب الاصل ديالي ريفي من ناظور، عايش هنايا في اونفيرس بروكسيل. المهم كنقلب على شي السن ديالي 30 عام، كنقلب على شي بنت الناس اللي كانت ماشي وحده باغيه المعقول في بروكسيل ولا في اسبانيا ولا في فرنسا، شي وحده بنت الناس وخا تكون مزوجه وخا غير تكون بنت الناس نتزوج بها. قلت لك راه عندي الوراق ديال العام، هادشي اللي كاين. مرحبا. اللي بغات كريم من بلجيكا عنده وراق ديال العام تكون في اوروبا، النمره ديال كريم هي 0032 467 64 46 21. نعاود النمرة 0032 467 64 46 21. السي كريم الله يسهل عليك اخويا. بارك الله فيك. شكرا اخويا. الدنيا هانية السي كريم، عندنا حتى مشكلة اخويا. مرحبا بك اخويا. مرحبا اخويا كريم. ناسي ناس ميري غداش يا غزمان. نشوفوا اتصال من اسبانيا. نشوفوا اتصال من اسبانيا. اسبانيا اسبانيا. يلا خويا حنا كنعيطوا لك. يلا خويا حنا كنعيطوا لك. واحد جوج ثلاثة هانت جاوبتي، برافو عليك. السلام عليكم. السلام عليكم خويا شبان. الحامدي الشاكر. سير اخويا مرحبا بك اخويا، هو هذا سير اخ. تحياتي اخويا العزيز، شكرا بزاف. مرحبا اخويا، السمية ديالك والسير المدينة. معك محمد 29 سنة من الاسبان. محمد 29 عام اسبانيا، عندك وريقة محمد ولا لا؟ موعد 29 عندك وريقات؟ عندي. يا سلام موعد، مواصفات الزوجة كتقلع عليها في بغيتيها تكون؟ في المغرب ما عندكش موعد مشكل مع موعد في المغرب؟ لا لا، تكون ضروري تكون في الاسبان 22 عام تاخذ
35 سنة ماشي مشكل. معاد قال لكم كيقلب على شي بنت الناس من اسبانيا من 25 عام ل 35. الا كانت شي وحده في اسبانيا مهتمه بمعاد النمره ديالو 0034643242 1295. عاود النمره 0034643242 1295. سي معاد الله يسهل عليك اخويا. الاخوان بارطاجيو معنا، راه ما كنقطع عليكم باش نهز النمره، راه ما كنقطعش حيتاش بغيت نقطع، راه كنهز النمره مي كنقطع على شي كنقطع راه باش كنهز النمره كنقول النمره. الاخوان راكم يسحبكم راه كنقطع عليكم، راه مي كنقطع حيتاش دابا الواتساب كيبقى يعمل ابل فوق عليها كنقطع، خصني سوب لي جي نقطع باش نقول النمره. السلام عليكم خويا. السلام عليكم. واش راكم كويس؟ الحامدي الشاكر اخويا، سير على الله. السميه ديالك والسير المدينه؟ عامر شحال عمرك عامر؟ 34 عام. سبق تزوجت يا عامر ولا لا؟ مطلق ما عنديش. ما عندكش الاولاد؟ عندك وريقات ديالك يا عامر؟ انا في دي مارش انا قول عندي. مرحبا، يلا عطينا مواصفات الزوجه اللي كتقلب عليها عامر. والله يا صديقي اش نقول لك، نحوس على وحده معقوله بنت ناس، واحد موش حاب يزيد يتزوج باش يطلق هذا. حوس على وحده يعني يبني حياته صح، يهني راسه ويقدر يخدم برونكي يجي فوالا. مرحبا. تكون هنايا جو بريفير تكون هنايا في فرنسا، الواحد تعبان شويه في مخو حاب نستالي يا خويا. اللي بغات عامر 34 عام ان شاء الله قريب يشبر الوريقات ديالو. النمره ديال عامر من فرنسا 34 عام، النمره ديالو هي خدام، مخصو حتى شي خير، بغا غير شي عروسه ان شاء الله. حاليا ما نقدرش نطلعو النهار، ان شاء الله ان شاء الله. اللي بغات عامر النمره ديالو 0033 753 96 99. نعاود النمره 0033 753 96 99. سي عامر الله يسهل عليك اخويا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سلام اخي، تحياتي لعامر والناس الجزائر اخويا. شوفوا اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. الو الو خويا. يا طوطوط طوطوط يا طوطوط طوطوط، بلاتي تدبر العروسه وعاد عمل طوطوط اخويا. طوطوط صحابك هيز العروسه في الطوموبيل ولا وانت في اسبانيا ما عندكش حتى كونيكسيون؟ طوطوط طوطوط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام اخويا على الله. السميه ديالك والسير المدينه؟ صلاح الدين بصير ولا؟ تقريبا. ضايل صلاح الدين بصير هذا بغا يتزوج عندنا في الراديو. صلاح الدين بصير كان كيخشي الكوال، كان كيخشي الكوال في المونديال في 98 وبكي. شحال عمرك صلاح الدين بصير؟ شحال؟ عمري 35 سنة. صلاح الدين بصير 35 عام، عندك ورقة صلاح الدين؟ يا عندي الورقة، عندي الناسيوناليتي. وسبق تزوج يا صلاح الدين ولا لا؟ واش عندك شي عيوعيو؟ عايشة معاك ولا مع باباها؟ المهم هذه الاستوار هي امها كان وقع لها مشكل، المهم ملي كانت باقا صغيرة وصافي كنت تفرقنا، ودابا راه تقريبا عندها 6 سنين يعني ملي كانت باقا صغيرة. مرحبا خويا صلاح الدين. يلا صلاح الدين عطينا مواصفات الزوجة كتقلب عليها وفين بغيتيها تكون؟ كنقلب عليها تكون على شي بنت تكون هنا في اوروبا، وخصوصا تكون في فرنسا، عندها الوراق ولا ما عندهاش الوراق ما عندها ماشي مشكل، تكون الناس معقولة وباقا دير دارها وتكون راسها بحال من بين 22 سنة حتى 31 سنة ما تكونش وصل ديالي 35 تكون صغيرة هذه شوية. صلاح الدين شنو يبغى؟ إذا كانت شي وحدة بغات صلاح الدين 35 عام من فرنسا، عنده وريقات ديالو مطلق، عنده بنيته، النمرة ديالو هي 0033768145. نعاود النمرة 0033 76 41 70 55. سي صلاح الدين بصير الله يسهل عليك اخويا. اللهم امين اخي، مرحبا بكم. تحياتي السي باصير. الله يعطيك المربح. سمينا باصير مسكين دغيا بدلت له السميه، عملت له صلاح الدين باصير.
كان كيخشي الجول في 98 وآية ولا ديال المنتخب 98. كانت البرازيل لعبت لنا العشرة، عقلت البرازيل كانت هي اللي طيرتنا، تفاهمت مع ديك المسخوطة وطيرتنا من المونديال انا على والديهم. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. بارطاجوا معنا الاخوان باش نكمل معكم راديو الطنجاويه. شحال كاين البارطاج؟ ماشي شحال دابا انا في الراديو كمل ساعه ما كاينش، غنمشي بحالي. الطنجاويه قولي شحال كاين البارطاج. على فكره هاد الناس ما كيبغوش يبارطاجيو معنا، ما عرفتش علاش ما كيبغوش يبارطاجيو، والله ما فهمت انا شي حاجه والله. يلا قبل ما نشبر مكالمات غادي نشوف، راه بقات 5 دقائق نكمل ساعه، باش الا ما كانش خليونا الاخوان نمشي نعس مع راسي، نتجبد مع راسي. مالي حنايا كنتعاونوا كنحرقوا هنايا، انايا طلع هذا طير هذا منسق وبلادنا ما كيبغيش يصير بارطاجي ويلا. وانا هادشي راه في المصلحه ديالكم، وانا كنتقاتل معاكم وانتم ما كتبغوش تبارطاجيو. طنجاويه ولا ميدو قولي شحال كاين البارطاج. 1000 بارطاج. شكون هذا الادمين اللي قال 1000 البارطاج؟ شكون هذا الادمين هذا اللي قال 1000 البارطاج؟ الا كانت 1000 البارطاج ندير لهم 5 ساعات دابا، نبقى انا حتى الفجر. الا كانت 1000 البارطاج، الا كانت 250 بارطاج نقولها لحد لحد. طنجاويه وانا عصا الطنجاويه عاوتاني ما نعرف انا هي كاع هاي ماشي واحد يتطوع. يا اخوانا شفنا شحال كاين بارطاج. ميدو قلنا شحال كاين بارطاج. تلتمية وأربعة وعشرين البارطاج. شكرا عادل بن، كملوا لنا الإخوان 1000 البارطاج عفاكم، ولا بعدا ما تكمل ساعة كملوا غير 500 بعدا. يا راه إخوان يا راه باش نكملوا معكم هذا الراديو، راه ساعة وأنا كنهضر. هاي شوف 330 قال لكم المدير 330 بارطاج. إيوا ها حنايا من الصباح حنا كنهضروا ساعة ما كانا وحنا معاهم، ما كملوا لناش حتى 500 البارطاج. ويا يما الحبيبة يما شنو غندير والله العظيم، شنو غادي ندير معاكم؟ شنو غادي ندير الاخوان عافاكم؟ شنو غادي ندير؟ نعيطوا للمدير نصونيو على المدير، مدير نشوفوا المدير هذا فين هو، فين عطي الراس. ينسي ناس الاخوان ميري غدا شي غزمان. نشوفوا اتصال من المدير فين هو، النمره ديالو نصونيو عليه في النمره ديال الراديو. جاوب في النمره ديال الراديو، راه نصونيو عليك في النمره ديال الراديو 344. يا الاخوان بارطاجيو عافاكم، كملوا لنا 1000 البارطاج، كملوا معكم الساعه الثانيه. السلام عليكم المدير. الو والمدير ما عندكش الريزو ولا؟ الو انا فين مخشي هذا؟ عاوتاني سانتا طوطوط. بلجيكا طوطوط عاوتاني سان بلجيكا هكا وليدي لا طوطوط هاك هكا لا طوطوط هاك. نعاودو الاتصال. ايوا هاد الطوطوط هذا عاوتاني واردة. شنو هاد الطوطوط عاوتاني صح؟ انا غنصوني عليك في النمرة اخرى، غنصوني عليك في النمرة اخرى الى ما جاوبتيشي غادي نمشيو نعسو. الريضة ها هو هنا، نفتحو الكونيكسيون وكتعيط على خاطرك، ملي كتشد الكونيكسيون كتعيط على خاطرك. هاكا تما ديك اللعبة هايدة جوج في واحد. يا الاخوان عافاكم، كملوا لنا 1000 البارطاج ولا 500 غير باش نكملوا معاكم الساعة الثانية. الا بغيتو نكملوا معاكم ولا نمشيو بحالنا نعسو الله يرحم الوالدين. رضا حنا كنصونيو عليك اصاحبي. السلام عليكم. كيداير اخويا لاباس عليك؟ هانية انا هانية بخير كلشي مزيان. اه سمعني واش ما نعستيش مزيان ولا؟ ماشي ما نعس، عرفتي شنو انا تنهضر معاك باش نجاوبك مخيط الكونيكسيون باش تعرفني مبوق. والله العظيم اصاحبي وانا كنسمع طوطوط طوطوط، قلت بلجيكا ما فيهاش عرفتي الكونيكسيون. ماشي طوطوط، انا بغيت نجاوبك باش وجاوبتك باش نجهد من الصوت حبت الكونيكسيون وخيط الكونيكسيون. يا 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 هذا الريزو كامل هرب لك اصاحبي. راه كان ربي راه الى ماشي هرب لي الزعزعت كاع، هرب لي مع هاد المتتبعين هاد. واخا كان ربي لي وتصور درت لهم راديو لابس معاهم، قلت لهم خوتي هادشي الباب والبار لا تريضو. قلت لهم واحد الفيديو راني داير
تصيفطوا لا اورو لا والو. انتم الاخوان رزا بارطاجيو هذا الفيديو هذا الله يرحم لكم الوالدين. قبلت لقيت مبارطاجين 30 واحد يلا تقول لهم انا قلت لهم بارطاجيو فيديو ديال المصاخ ولا هادي غير بارطاجيو فيديو ديال واحد السيد هبطنا له كرسي متحرك وتحرقات له الدار وتحرك له الكرسي المتحرك. ربما لا بارطاجيتي شي واحد من عندك يقدر يتعاون معه. قسما بالله إما بارطاجا شي واحد 20 واحد يلا ياي صاحبي كيفاش تدير انت تتعاون مع الناس؟ هما كاينين الناس باغيين يجيو، كاين وحده من امريكا، كاين وحده من لونجلتير، كاين وحده من المانيا، هادو كلهم بالوراق ديالهم. كاينين ثلاثه في ايطاليا، كاينين جوج في فرنسا، ولكن فين هو البارطاج؟ فين واحد تيطلع معاك تيعطيك لونس ديالو تا جيم ما تيديرها تيقول لك خويا بغيت بنت الناس، كنا ندبر لك على هاد بنت الناس انا خل عندك باش نكونوا واقعيين. يا يتعاونوا معانا نوقفوا هاد الحركه هادي تاع هاد الحفله. اول حاجه ما تيخلصنا حتى شي واحد، ما كيعطينا حتى شي واحد شي حاجه. حنا دايرين هاد الشيء هذا غير في سبيل الله، ولكن الخير فاش كيكمل التعامل والتعاون. الى ما تعاونتوش معانا نتوما غنوقفوا المسائل نهزوا الرايه ديالنا او تنشوفوا اللايفات. بنادم عايز طاسه والقرطاسه 4,000 5,000 6,000 طالعين معاه. حنا دايرين زعما يا والدينا تيتفرجوا العائلات هادي الاحباب هادي تتقول لهم باغ اكزومبل 300 واحد تيشوفك كل واحد بارطاجي وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كتقلب تتحسب كتلقى واحد 800 ولا 1000 بارطاج. هذيك 1000 كتجيب 1000 اخرى وكيجيو ناس بحال الناس وصلوا معايا اليوم عجبهم برنامج وهادي. ولكن الى ما كانش بارطاج وما كانش هذا غنبقاو ديما للحلو الفقي. بصح قالوا الحلو قالوا الفقي كان الحلو تقلق اخويا. لا 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 محمد داكشي انا البارحه ما كملتش الساعه وصل ل 500 ولا ما نعرفش كملوا ال 1000 كملوا ال 500 ما وصلوش واقيلا ب 30 قلت لهم تفضل هذاك الشيء اللي كان. هما دابا قول لهم دابا يا الا قول لهم دابا يهبطوا بارطاجيو داك لا فيديو ولا ما يهبطوا بارطاجيو بالله. بنادم كيبغي تعطيه وما كيبغيش يعطيك هو عاوتاني واحد يعني مشى لخو تلف لخو هادي 38 عام باغي ندير لايف زعما يا باش نطلعو ويهضر لنا على خو فين كاين والتصويره ديالو والصوره ديالو. ولكن معامل كاينش باش تبعيني التفاهه وصافي. تحيه للواوي اخويا سلام واوي تحياتي لك تحياتي. يلا الاخوان بارطاجيو الله يخليكم كملوا 500 دابا 411 راه ما كاين حتى شي اشكال. راه كاينه البنت اللي مكبت عليها انا عندها واحد 20 كرو والله العظيم السلام. البنت اللي ما عندهاش انا عندها 20 كرو. كاين اللي عندها 40 كاين اللي عندها 50 كاين اللي عندها 60 عادي بارطاجيو طاقي اصدقاء ديالك طاقي صحاباتك صافي. لا اله الا الله محمد ايوا دابا قربوا يكملوا 500 ما بقات والو بقات 70 بارطاج. يلا اخوان بارطاجيو باش نكمل معكم الراديو الله يحفظكم ويحفظ الجميع. هو شوف ميدو باش كيعجبك شوف عندك شوف ميدو كي كيدير. انا الانبان قلت ميدو قلت انا ديما كنبارطاجيو انا فرحان يلا هذا من الناس اللي كيبارطاجيو كاع اكثريه ميدو كيبارطاجيو فرحان ومسكين باقي ما تجوجش يا صاح. وما تجوج ما تيبغي يطلع في لايف. عطيتو وحده من فرنسا صدقات قالت لك ما نقدرش نسمح في كي غتكون في بوردو وقالت لك ما نقدرش نسمح في المدينه في كنسكن وطاطا. قلت لها ولكن ما كتقدرش تسمح في المدينه اللي كتسكن يعني جيب السيد يعيش معك تما يعني ما كاين حتى شي مشكل. بقات كتدخل وتخرج الهضره علاش كتقول الله ما تفهم والو. السيد خدام عنده الدار ساكن ب
الخدمه ديالو علينا شبر الوراق، راه دفع الوراق ديالو، الباترون عمل له الكونطرا، باقى له باقى له عام وقيله ولا عام ونص يشبر الوراق ديالو في فرنسا. قال لا غير اجي لهنايا، ما خصك حتى شي خير. السيدة غتقول لك لا انا خصني شي واحد البورد. يلا كليكي اخوان، كليكي كليكي واحد 70 واحد، كليكي بارطاجي واحد 70 واحد، كملوا 500 يلا يلا يكملكم الساعه الثانيه. يلا كليكي يلا كليكي والاخوان كليكي، وهي 450 بقى 50 بارطاج. يلا الفيسبوك هذا حماق والله، لا حماق بالله، دابا ولا تكتب في اسم الباج مره كيتحيد. ها الكونيكسيون غادي تخوالي يا صاحبي، تعطوني ميساج ما بقاش بزاف، بقينا 4 ساعات غادي تخوالي الكونيكسيون، صادوا لي ميساج. يلا اخواني لو وقف لي الا وقف لي الراديو راه ثلاث الكونيكسيون، راه صادوا لي ميساج دابا راه ما بقاش بزاف تاع الكونيكسيون، الا تساوي الكونيكسيون ولا ساهل يطلق لك صديقك الكونيكسيون. ورا ماشي هنايا، راه خرج داكين واحد غنا اخر، ماشي هو شي خدام. راه مشى عند واحد الدري يتعشى معاه وغايش 33 عام وانا باغي واحد. يلا الاخوان هانتوما يا باقي 40 بارطاج، يلا بارطاجيو هو غادي يكمل السلامه. انا كنبارطاجيو غير التليفون، التليفون دابا التليفون انا الكونيكسيون كنبارطاجي من تليفون اخر، ما عنديش الواي فاي. انا ما بغيتش نبارطاجي بصراحه، ما كنبش عليك، خصهم هما يبارطاجيو، انا باغي نتزوج هما خصهم يبارطاجيو، هما خصهم يبارطاج، حنا اللي علينا كنديرو، هما خصهم يتوقدوا شويه يبارطاجيو. يلا بارطاجيو، يلا الا كانت شي دريه مزيانه من 20 عام 24 عام تتواصل معانا، كاين واحد الدري في امريكا، يلا غانو المغرب. يلا الا كانت شي وحده ولا هادي تصيفط لينا في الصفحه و تقرا الاوديو ديالها بخاوك صيفطو لك خاي. صارت لي. يلا 470 بقى 30 بارطاج هما يكملوها دابا سلام صافي. يلا خويا تهلا يلا لا اخوان راه علينا تخوالي الكونيكسيو عافاكم، بارطاجيو معنا بارطاجيو معنا باش نكملو معاكم الراديو، الله يسهل عليكم ويسهل على الجميع. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سير اخويا على الله، نقص الراديو نقص الراديو راه نقطع عليك اخويا، انت كتشعل لك الراديو. السلام عليكم. لاباس عليك اخويا هانيه. الله يحفظ هاد السيدة اللي تيجي بها ديال بوزنيق، الله يحمي الوالدين. شنو؟ ديك السيدة ديال بها ديال بوزنيقة. شكون ديال بوزنيقة عاوتاني؟ السلام عليكم. السلام، واش كتبة تحلم انتينا البارح قلت لي الوزان بركان بوزنيقة، انا ما عيطت حتى وحدة من بوزنيقة صح؟ لا قلت لك زعما السيدة اللي تيجي بها ديال بوزنيقة هضرت معاها. قالت لي انا بغيت نشتري بوزنيقة، انا خدام فيها الكابليات. قلت لها سمحي لي الله يعاون الله يحمي الوالدين. ماشي انا اللي عطيتها لك، قطعها لك ريدة، ماشي انا اللي عطيت لك، انا ما عطيتك حتى شي وحده من بوزنيقة. قالت لك ما تعيش في اوروبا. انت صافي سمحي لي. ولا طلعوا معنا بنات اخرين، ما سمعتي حتى شي وحده اللي طلعوا، راه طلعوا بزاف ديال البنات. كنا وحده في كازا، وحده في كازا سمعتها في كازا عندها 20 سنة. شكون هي؟ في كازا. لبنى. لبنى صافي، ان شاء الله تشوف مع لبنى. الله يحمي الوالدين، الله يجزيك بخير. ايوا صافي، نسالي الراديو نعطيك نمرة لبنى صافي. الله يحمي الوالدين، اسمح لي الله يجزيك بخير. يلا شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، سرحت على الله السمية ديالك والسم المدينة. وعليكم السلام. مطلقة وعندي بنيتها وكنقلب على شي ولد الناس. شحال عمرك وردة؟ ناوي المعقول 27 سنة. وردة 27 عام من زاكورة ياك؟ وي خويا. يعني عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه وردة 27 عام زاكورة عندها بنيتها. وي يكون ولد الناس محترم، يعني هادي ماشي ما عنديش متطلبات كثيرة. قالت لكم يكون غير ولد الناس ومعقول وباغي الزواج وباغي الاستقرار، إذا كان شي واحد مهتم بوردة من زاكورة يتواصل معنا الإخوان، نعطيوه وردة، وردة الله يسهل عليك، إذا كان شي واحد مهتم بك غنتواصلوا معك إن شاء الله. إن شاء الله خويا، شكرا، بارك
يلا اللي بغى شي وحده يتواصل معايا، اللي بغى شي وحده طلعت يتواصل معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحامد الشاكر. سير اخويا على الله السميه ديالك وسير المدينه. اخويا انا عزيز من المانيا. عزيز من المانيا، شحال عمرك السي عزيز؟ 28. عندك وليقات ولا باقي على الله؟ عندي. وشحال درت في المانيا السي عزيز؟ بس سنين. كنت مجوج بقورية؟ لا. اوكي، ما عمرك تجوجتي؟ عمري تجوج. مرحبا. إلا سلا عزيز طلع مواصفات الزوجة كتقلب عليها. خويا ما كرهتهاش تكون صغيرة. صغيرة؟ واه. كيف الصغيرة؟ شحال العمر ديالها؟ 20 21 كاع إلا كانت كبيرة. فين بغيتي تكون؟ واخا في المغرب؟ هنايا في اوروبا. وتسنى بنت 20 عام تجوج لك هنايا في اوروبا، عندها الوراق ديالها تجوج بك هنايا في اوروبا. 20 عام باقي خصها تقرا، خصها تكمل القرايه، خصها تشري طوموبيل، خصها تعمل بيرمي. راك انت ماشي كلشي. هذه قليله عز هذيك الاقليه في غتجبرها. كنقول لك اللي كاين راه حنايا في اوروبا راه عارفين البنت عندك هنايا في اوروبا 20 19 18 هذه اللي كتكون خصك تقرا، خصها تعمل بيرمي، خصك تسوق الطوموبيل، خصها تعمل فلوس في البنكة. كتمن ديك 30 عام 28 27 عاد كتبقى تفكر في الزواج. فهمتي؟ باش نعطيها لك، باش نعطيها لك في الراس ديالك. كاين عندك الصح. كنقول لك اللي كاين انا ماشي مشكل، انا غير عطيتك واحد النصيحه والسلام. المهم عزيز 28 عام من المانيا كيقلب على شي بنت الناس تكون في اوروبا، اللاج ديالها من حتى ل 21 ما عندوش مشكل. الا كانت شي وحده مهتمه به النمره ديالو 00491863182472. عاود النمره 00491863182472. سي عزيز الله يسهل عليك اخويا. مرحبا بك، شكرا، تصبح على خير، شكرا بزاف. السلام عليكم. انا كنقول اللي كاين انا شي واحد كنعطي الهضره في الوجه، انا عندي الهضره في الوجه، اللي كان نطيح له في الوجه ما نحشم منه، ما نخاف من حتى شي واحد، كنعطي الهضره في الوجه. بنات هنايا 19 عام 20 عام قليل، النسبه قليله، نعطيك 7% 8% اللي كيفكروا في الزواج. اما اغلبيه البنات 19 20 عام باقي كيعجبها تفرج في الافلام وتعمل بيرمي وشخبط شخابط من هنايا وتمشي للماكدونالدز وتمشي تاكل بيتزا وتمشي مع صحاباتها 7-8 صحاباتها تخرج معاهم للماكدونالدز، باقي العقل ديالها صغير. فهمتي؟ واش البنت ديال 20 عام في اوروبا غتمشي طيب لك تاكل طاجين ولا تاكل الطاجين بالبرقوق؟ والله لا كليتي ولا كليتي، والله لا حلمتي به، والله غير تضرب الساندويش وضرب الطاكوس وضرب بيتزا برا تقول لك يلا تزيد نضربوا الطاكوس برا ونضربوا بيتزا. كنقول لكم اللي كاين فهمتيني، شحال غتصبر لك الحوايج وطوي لك الحوايج ديالك، غادي تجي للدار تجبرها كامله مرونه، الدار عندك بحال بيسين، حوايج كاملين مشعثرين في الارض، ما جبر الدار غير رولا، جبر الدوش كامل مرون، الصالون كامل مرون، تحب كتجمع لك الدار ولا؟ بنت ديال 18 عام 19 عام كتفيق حتى الوحده ديال العشيه جوج العشيه، كتجبر يماها طيبات لها كلشي، طيبات لها الغدا، الحوايج مصبنين كلشي. انا ما بنادم كاين بنادم في اوروبا ما عرفش هذا الشيء هذا، بنادم في اوروبا ما عرفش هذا الشيء هذا. راه في اوروبا اول حاجه خصك تعرفها هو هذا الشيء هذا، يعني بنت ديال 18 19 20 غير خليهم تقول لك انا باغي نتزوج، اما باش تطلب انت الزواج قلت في دارك اخويا. كنقول لك اخويا سلمي كلامك على صح. اخويا كنقول اللي كاين انا كلامي الا ما كانش على صح ما نقولهولوش كاع، ما نخرجوش كاع من فمي. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم خويا سلام. عليكم السلام. سير اختي على الله السميه ديالك والسين والمدينه. بشرى من وجدة 33 عام. عندك وليدات بشرى تبغى تجوجتي؟ لا لا خويا عمري ما تجوجت. يلا عطينا مواصفات الزوج اللي كتقلب عليه. يكون ولد الناس ويكون معقول هادشي اللي بغينا، يخاف الله. قالت لكم بشرى بغات ويكون هيك يخاف الله وباغي المعقول. الا كان شي واحد باغي بشرى من وجدة يتواصل معنا ونعطيوه بشرى. الله يسلمك بشرى، الا كان شي واحد باغي نتواصلوا معك. شوفوا اتصال من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سهر اخويا على الله السمية ديالك والسن والمدينة.
بن مورو مدينة فاس. محمد بن مورو مدينة فاس، شحال عمرك محمد؟ بغيت اخويا غير ما كتب ليش بغينا نتزوجوا بشي بنت الناس، وانا نرى الله غالب. سلام محمد، شحال عمرك اخويا؟ 28 سنة. في بغيتي يا محمد؟ ولاني والله ما كرهتش امرأة تكون في بلجيكا. بلجيكا مشيتي غير بلجيكا؟ وعندي واحد الدراري تما ولاد خالتي كيجيبو واحد طونوبيل زينة. ايوا والله. دابا انت بغيتي، دابا انت بغيتي تمشي على الطونوبيل؟ لا بغيت ما نمشي ندور الحركة تما وندير شي بنت الناس. ايوا ركب الزودياكا ومشي، وانت باغي تعمل البنت قنطرة. امشي الزودياكا بحال اللي مشاو هما ومشي، علاش بغيتي تفلي على شي بنت الناس تعمل الوراق ديالك وتهرب؟ لا انت من الهضرة ديالك باينة فيك خصك تعمل الوراق وتسلك. لا واش الواحد يطلع عايدة يطلع في الراديو الناس كيسمعوا ويقول لك انا بغيت شي وحده باش نمشي للطونوبيل صاحبي، مشى جاب الطونوبيل صاحبي. خصك تفكر صاحبي قبل ما تهضر، خصك تفكر. نقولها لك في وسط وجهك صاحبي، راه ما غتعرفش تسد هضر. شحال نخليك تكمل الهضره ولا كملتيها؟ انا عطيتك على راسك ونهبطك صاحبي. صاحبي بنادم صاحبي كبير في عقله 28 عام صاحبي هبط الطونوبيل. سير صاحبي، سير سير صاحبي عليها صاحبي. المغرب خليته هابط غير بهذا بحال هيدا بهذا الاصناف صح. لا لا بحال هاد الاصناف صح. بنادم كيعصبك بحال هيدا صح. بنادم العقل ديالو في الطونوبيله. شوف لي كيفكا. انا بغيتها في بلجيكا صاحبي، عنده واحد العائله واحد طونوبيله بلجيكا، وبغيت نمشي لبلجيكا. مالك يا صاحبي؟ مالك واش يا صاحبي ما عندكش العقل؟ واش كتاكل التبنه صاحبي ولا واش كتاكل الشمندار؟ ما كتاكلش الخبز؟ شنو كتاكل يا صاحبي؟ وبنادم صاحبي طالع على الطونوبينه، واش حنا كنزوجوا على الطونوبينه صاحبي؟ سير بيع وشري في الطونوبينه، ولا سير رمي راسك في البحر صاحبي. سير سير بعد رمي راسك في البحر حسن طونوبينه صح. صاحبي واش نتوما كتسمعوا؟ ويلا هذا ما يحمقكش هذا خايل؟ واش يحمقك ولا لا؟ طالع حنا عاملين الزواج وطالع في الطونوبيل. انا بغيت شي وحده صاحبي كيهبط الطونوبيل بغيتها من بلجيكا. ولا كيفاش ما دير ما تحمقش مع هذا؟ هذا ما غيصدقش يا صاحبي. حنا عاملين الراديو ديال الزواج، حنا كنزوجوا ما كنبيعوش الطونوبيلات صاحبي. الا صاحبك هبط الطونوبيل قولوا يركبك يساريك وشد فمك وحتى تمشي لتما ويعمل الطونوبيل. فهمتي؟ سير اخويا شي زودياكا وعمل بحال اللي عمل صاحبي. كلها العادي ما صاحبي حق الله العظيم. وهاي عليها البنات، عليها البنات صاحبي ما كيغامروش يجيبوا الدراري من المغرب بحال هذا، كيخافوا بحال هاد الاصناف هادو ديال الدراري اللي لا العقل فوق الشاشيه. ها العائله علاش كتخاف في اوروبا تجيب واحد من المغرب بحال هاد العقليه هادي؟ بحال هاد العقليه كتقول لك شنو نجيب انا بنادم مكلخ نجيب واحد بالو غير في الطونوبينه باغي يدير الطونوبينه هو. اركب شي كروسه وهني راسك صاحبي، اركب شي كروسه وهني راسك من الطوموبيل. السلام اخويا لاباس عليك؟ هانيه بخير. هانيه مزيان الحمد لله صاحبي. انا عصبني هاد خانه صاحبي طالع كيقول لك انا خصني واحد صاحبي هبط الطوموبيل. والله لا عجبتيني في الصراحه صاحبي. طالع صاحبي انا بغيت نتزوج بلجيكا باش نهبط الطوموبيل، واحد صاحبي كيهبط الطوموبيل. اش قرب صاحبي؟ اش باين قرب الزواج للطوموبيل صاحبك؟ اش كاش كيدير بزاف صاحبي هذا؟ اش كيدير؟ باغي يدير قنطرة. انت هو دابا هذا بحال هذا بحال كيقول البنت اجي تزوج بيا ندير الوراق ونهرب لك. هايدا بحال كيقولها لها هايدا. قول له صحاب لك بلجيكا تمشي تما تلقاهم غير في الشارع غادي تجمعهم. اودي لا حول ولا قوة الا بالله. والله ايه وصل لك هذا ماشي مشكل. سير اخويا على الله السمية ديالك والسير والمدينة. انا محمد من الحسيمة من امزور، بين 15 كيلومتر مع الحسيمة. المهم من امزور. اه سلام محمد، عطينا مواصفات الزوجة كتقلب لي اخويا. بنت الناس هيدا من الاحسن تكون في اسبانيا. انا ما بغيتش انا نكون في بلجيكا، كرهت بلجيكا. من الاحسن بغيت شي وحده تكون في اسبانيا. محمد بغى شي وحده تكون في اسبانيا، هو كيسكن في امزورن. اذا كانت شي وحده مهتمه به النمره ديالو 00112622012-06-14. نعاود النمره 00112622012-06-14. الله يسلمك اخويا محمد. الله يحفظك اخويا. سلام تبارك الله عليك خويا. انا بغى طونوبيله. نشوفوا اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام
انا خي سلامي بخير اخويا بخير والله الى الحامد ان شكل سر اخويا الله مرحبا الله يرحم والدك اخي سلام انا ديك الولد وادي من مدريد اعتذر ديك البنت ما عملتي معاه والو لا والو ما تفاهمناش عقلي في شكل بلت لي بحال اللي قالت لك انت باغا تطلع لاوروبا فهمتي سير اخويا قول لهم السميه ديالك والسيم المدينه شوف اخي سلامي انا بغيت شي بنت اتكون تكون باغا تجوج ما تكونش باغا اوروبا لا اوروبا اي باغا يطلع وصافي فهمتي يعني شي بنت تكون مثل الناس باغا تعمل الدار ديالها باغا تعمل ولادها باغا تستقر فهمتيني اخي سلامي ودابا راه ما كايناش الولاد اللي فيهم الديفو اخي السلامي راه تاب بنات راه فيهم الديفو اخي انا راه ماشي تقول زعما راه الدراري اللي مرحبا مزيانين ولا شي حاجه حيت كاينين شي بنات اقسم بالله العظيم راه كتحشم تقول يعني بنات راه حتى حنا عندنا خوتنا وحتى حنا عندنا والدينا والدين ديالنا راه ما كنبغيوش خوتنا عشان يتأذى ولا توقع لهم شي حاجه مرحبا الناس اخي السلامي كنهضروا مع بنادم كنهضروا مع بنيتنا وكنمشي مع بنيتنا مرحبا خويا مرحبا ولكن ما عرفتش اخي السلامي كتهضر مع بنادم بنيتك وكيحسبها في شكل وما عرفتش كيفاش هاد الافكار ديال الناس هذا بغيت اخي السلامي غير شي بنت الناس تكون دريوجه تكون شي بنت الناس كتعرف بينه وبين الله كتعرف شنو هو الزواج وصافي شي انسان اللي باغا تستقر وباغا يعني باغا تستر راسها فهمتي مرحبا ماشي باغا شي حاجه اخرى اخي السلامي الله يرحمك الوالدين اخي السلام وديع 27 عام ياك وديع 27 عام 27 اخي وديع 27 عام كيسكن في اسبانيا بالوراق ديالو خدام ما خصو حتى شي خير كيقلب على شي بنت الناس في المغرب اللاج ديالها من 20 حتى ل 25 26 تكون باغيه تجوج باغي دير دار باغي دير وليداتها الا كانت شي وحده عاينه في اوروبا بلا ما تعيط لي عليه وبلا ما تقول لي عطيني وديع الا كانت شي وحده بغاتو تتواصل معايا وتقول لي سلامي بغيت وديع ونعطيوها وديع صافي سي وديع الله يرحمك الوالدين اخي السلامي جزاك الله خيرا اخي السلامي شكرا بزاف اخي السلامي الله يسهلك اخي وديع اخي بارطاج ودائما كنعمل ديك لايك اخي بنادم راه خصو يتعاون عاوتاني ماشي بنادم هايداك مرحبا اخي وديع مرحبا ديك بارطاج باش انا جبرت هذا الموقع هذا مرحبا اخي السلامي ما كتقدر تلاقى شي انسان حيت كتجبر بصح كاين الناس كيقلبوا على الزواج والناس بصح باغيين بنات الناس وبنات الناس باغيين ولاد الناس على هذا الانسان يعني كي بعد ما كل ما نشرتي انت اكثر كل ما كتقدر تلقى ناس اخرين مزيان وتقدر تكون واحد سبب واحد الاجر اللي تعملوا في واحد اخر يعني راه كت بحال نقول لك حنا كنكونوا غير اسباب وانت خي سلامي كسبب دابا يعني اي حاجه كتسبب يعني انت كتعمل واحد السبب ربي هو اللي كيكمل اخي سلام الله يسلمك السي وديع المهم اللي كانت شي وحده مهتمه بوديع تواصل معنا تحياتي وديع الله يرحم والديك السلام اخي اللي كانت شي وحده مهتمه بها اخوان تواصل معنا ان شاء الله نعطيوها وديع من اسبانيا من مدريد الله يسهل عليه ونشوفوا اتصال من المغرب السلام عليكم الو السلام عليكم كده اخويا لاباس عليك هانيه لا مش خبار لبس عليك والله الحمد لله شاكر سير اخويا على الله السميه ديالك والله الا كنشكرك على هذا الشيء وسمح لك هذا الشيء الناس راه ما كيعرفوش يهضروا مرحبا اخويا تصنت على شي واحد دابا نهضر معاك بخصو طوموبيل لا راه هادي ماخ ساكت ولا لا الله يكون بخير الامور هانيا والله الحمد لله شاكر اخويا الحمد لله بغيت نسولك اخويا السلام مرحبا قالوا لي كدير قهوه بصح بصح يا ولد الحرام